السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة جديدة مع وصفات ألدا. اليوم مع بعض نديرو حلوة الطابع. هاد الحلوة حلوة جزائرية محضة، سهلة اقتصادية وراقية. واش نقول لكم، قمة في البنة. وجديدة هنايا حنديروها بلا بيض. ايه نديروها بلا بيض، على بالي بلي بزاف يتسائل يقول حلوة الطابع ما تندرش بلا بيض. صدقوني تجربوها بهاد الطريقة تجي ولا اروع، بالك تجي خير. هنا لا ديفيرونس تجيكم برك، ما فيهاش هذيك الريحه تاع البيض، تجي مقرمشه وطريه، الله الله، ومنفخه، يعني ناجحه 100%. انا في المقادير واش عندي، عندي كاس هذا تاع 220 مليلتر، وزنت به نفس المكونات تاع الحليب والزيت والسكر. هنا برك السكر نقصه، الا درتو كاس تاع الحليب وكاس تاع السكر، نتوما ديروا كاس الى ربع تاع السكر دو بريفيرونس، ما تجيكمش حلوه. وهنا نخلطوا المكونات هذوما بالخلاط اليدوي كما راكم تشوفوا. تقدروا تستعينوا بالخلاط الكهربائي باش تعاونوا روحكم فيت في وتربحوا الوقت تانيت. وفي النكهة انا درت ملعقة كبيرة تاع بشور البرتقال، وزدت عليها ملعقة صغيرة وشنو تكون عامرة بيانكم الفو تاع الفانيليا. تقدروا تروحوا حتى 2 ملاعق. وهنا في النكهة اختياري، تقدروا ديروا لو زاست دو سيترو، يعني بشور الليمون، كما تقدروا تنكهوها بالمزهر. في عاد ما ديروا كاس حليب، ديروا نص كاس حليب وزدوا عليه نصف الكاس لربع الكاس تاع المزهر، يعني تجيكم تفحفح مزهر. هذه يعني كمنكهات. نتوما حبيتو ديروا بشور برتقال مع لافاني، ولا ديروا لو زاز دو سيترون، ولا المزهر. وهنا راني نزيد في الفرينه، درت الكاس الاول خلطت بيان كوم الفو، زدت الكاس الثاني، وانا زدت عليه كيس خميره كيميائيه يوزن 11 غرام. الى عندكم تاع 7 غرامات تروحوا حتى زدت 2 اكياس باش تجيكم نفخه. هاد راكم تعرفوا ما فيهش البيض، دونك لازم الخميره باش تطلع معكم. هنا خدات لي حوالي 4 كؤوس تقريبا، والنصف تاع الفرينه. وهنا ما تقيدوش بكميه الفرينه، حسب النوعيه اللي تكون عندكم وشنو لازم تلصق. شتوني انا كي رفتها من الغيسيبيون جاتني تلصق، هذيك هي القوام اللي لازم تحصلوا عليه باش ما ينشف الكاطو على فان كي طيب. وهنا راني نفتح فيها على دو بلاستيك، راكم تشوفوا عندي ان بلاستيك خشين تحتها. نتوما اللي عندكم هادوك لي تابيون سيليكون ولا بابي كويسون خدموا عليه باش ما استعينوش بالفرينه. ومن الفوق درت غير ان ساشي اللي يكون عندكم هادوك ترونسبارون، حطوهم من الفوق. هنا السمك حوالي 1 سنتيمتر، وزيد هكا كي تبع تشوفوا تجيكم بومبي. وزيد كي تنفخ في الفرن تجي هذيك هي، تجي يعني تجي طالعه وشابه وتتشقق معاكم. يعني هاد لو بلاستيك اللي شفتو من الفوق غير خدمو به وتربو، اكيد تعجبكم النتيجة. وهنا طبعوا بالطوابع اللي يكون عندكم. انا درت هنايا دي زيتوال، راكم تشوفوا هنا قلوبة. على وشنو هنايا قلت لكم لاباط سيو، ما ترقوهاش، ديروها حوالي 1 سنتيمتر وشوية باش تجيكم هذيك هي حلوة الطابع، ما تجيكمش هكا بلاطين كوم ان بيسكوي رقيق وخلاص. هلا انا خليتكم تشوفوا الفيديو. ودونك قلت لكم باللي ما فيهاش عفوا البيض، دونك حامه في التزيين، مش حنوتيليزيو البيض. انا بعد ما كملت الكميه اللي عندي دو بريفيرونس، بعد تهنت شويه البلاطو هذايا اللي يروح للفرن، ولا ديروا عليه بابي كويسون، يعني تضمنوا ديروا غير شويه زيت، اكيد ما تلصقش معكم. وهنا باش ندهنوا الحلوه هذه اللي وجدناها، مش حنديروا البيض بيان سور. انا عندي كميه تاع الحليب تكون دافيه، زدت عليها ملعقه صغيره تاع قهوه سريعه الذوبان، وملعقه صغيره تاع بودره الكاكاو. فوالا، باش تجيكم لا كولور بيان سور كيما يقولوا فونسي. راكم تشوفوا انا خليت لكم الفيديو باش تشوفوا هاد الكميه اللي درتها، كانت كميه كبيره في بدايه الامر. شوفوا كنت ندهن، يعني لاباط كانت تبان. باش تيفيتيو هاد لاباط تبان، ديروا غير كميه قليله تاع الحليب، حوالي 2 ملاعق تاع الحليب، زيدوا عليها ملعقه صغيره نسكافيه، ملعقه صغيره بودره الكاكاو، باش تجيكم هاد لاكولور في المارون فرونسي، تجيكم شابه تاني، تغطي كاع هاد لاباط. فوالا. وفي الاخير هنا انا جبت هاد السكر، زينت به، زدت عليها غير في الوسط. نتوما ديروا سكر عادي ولا تخلوها هكذايا، الا عندكم شوكولا فيرميسال تانيت ولا شويه لوز. هنا يعني في التزيين ديروا واش عندكم في الدار. هاليك بعد ما كملتها ندخلها على الفرن على 180 درجة،
انا بتحكم عليكم حوالي 20 25 دقيقة تكون طابت. شوفوا لا كولور اللي خداتها، تجي خير يعني تجي شابه ومشقه الله الله. وشوفوا هذيك لا كولور اللي خداتها عليك، انا نقسم معكم حبه تجي طريه الله الله طايبه وريحتها تلالي. وشنو هنا قلت لكم كثروا شويه ريحه الفانيليا كي ديروا، ولا ديروا مزهر الا تحبوا مزهر. اكيد كاين بزاف يتسالوا على هاد الوصفه يقولوا لا لا باك ما تجيناش بنينه، تجربوها وتشوفوا النتيجه اكيد حتنصدموا يعني من النتيجه يعني ما تحسوش بلا ديفيرونس، كونترير هذه تجي طريه لداخل. هذه هي الوصفه تاع اليوم اللي كانت حلوه الطابع بلا بيض. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها وتدعيوا لي، وما تنسونيش بلو بارطاج باش ترفعوا لا فيديو لو لايك ديالكم، تعليق شباب كيما نتوما الا ما قدرتو تكتبوا تعليق ديروا نقطه سيدي نقطه نعرف بلي شفتوا لا فيديو وتجستو. واللي مازال ما اشتركوش نقولكم فضلا منكم باش تدعموني للمزيد من الاستمرار، نقولكم تهلاو في روحكم في بعضكم وسائل الملتقى ان شاء الله. سلام.